الفريكي بالدجاج بدنا كيلو فريكي مغسول مصول، دجاجتين، كل دجاج مقطع لأربع قطع، نصف كيلو من اللحم المفروم، بصلة مفرومة، لتر ماء من سلق الدجاج، ربع كوب من السمن البلدي أو السمن العادي أو الزيت بدكم إياه، ملعقة من جوز الطيب، ملعقة من الكركم، ملعقة من الهال، أربع حبات كبش قرنفل، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، وأكيد لوز للتزيين. عندي ماء سلق الدجاج، بضيف الفريكي بطنجرة. هسا في عدة طرق لطبخ الفريكي، بس أنتوا جربوا طريقتي، هاي طريقتي الخاصة أنا، جربوها راح تنبسطوا كثير عليها. رايحين نضيف الكركم، طبعا الكركم روان بيعطينا اللون الأخضر للفريكي بعد الطبخ. منضيف جوز الطيب، منضيف الهال، منضيف شوية من كبش القرنفل، اشي بسيط لانه بمرر معنا، منضيف ملح، وطبعا في عندي كمان انا ملح وين على مرق الدجاج، شوية فلفل. كل كوب من الفريكي المغسولة والمنقوعة والمصولة بده كوب وربع من مرق الدجاج او الماء مضاف اليه، مرق الدجاج الجاهز. اوكي طبعا. شو بنسوي؟ باخذ مرق الدجاج هاي عندي عم بغلي جاهز، بس قبل ما اضيفه رايح اضيف شوية سمن على جنب هون حتى اذوبهم وسخنهم كثير عشان نضيفهم على الفريكي. بس الان بسم الله الرحمن الرحيم بضيف مرق الدجاج، وين يا روان؟ هلا على الفريكي. على الفريكي هون اذا ما عيرته لازم تكون مسح. طلعوا قديش؟ مش غامرتها زي الرز، يعني الفريكي مبينه هي. طلعوا هاي الفريكي بينت عندي هون زي ما حكينا. سخنا فرن البا الايطالي على حراره 180 على وضعيه التحمير. الدجاج عندي مسلوق. اوكي اوكي يا شيخ. بنفس الوقت هون عندي مقلاة صغيرة نضيف شوية من هالسمن. طبعا فيكم تطبخوا بالزيت، القرار قراركم، مش ضروري نطبخ كله بالسمن، انتوا حرين، بس انا بحس السمن بيعطيك طعم طيب. ببدأ في تشويح بصلة مفرومة. وعندي هون شوية من اللحم المفروم، اللحم المفروم على الخشنة، رايح اطبخه مع اضافة البهارات الطيبة اللي انا اوريدي اضفتها على الفريكة. راح اضيف لها كمان حتى احطه على هاي اللحمه على وجه الفريكي يا روان. شف انا جعت من هلا. ايوه يعني بس على السيره حسيت مش طبيعي صراحه. اوكي بعدين زي اكل امهاتنا يعني. ايوه طبعا انا بحب اطبخ طبخ البيت طبيخ العادي بالضبط. عشان الروايح بصله على سمن على بلديه على فريكه يعني. يعني لما تغلي عندي الفريكه وتبدا تنشف رايح اضيف عليها طشه السمن البلدي حتى افتحها على بعضها. بعد عمليه الطشه بدها من ساعه لساعه ونص على نار هادي جدا حتى تتنبت معي وتتفتح الحبة وتستوي الفريكة. ساعة لساعة ونص. نعم نعم بدي أرجع أعيد أنا طبعا من ساعة لساعة وربع. ساعة نعم. هو طبعا الدجاج سلقته سلق عادي روان، ما في أي مش أي أي تعقيد. شوفي عندي هون بدلت البصلة. الآن بدنا نضيف اللحم. اللحم المفروض. شو رأيك تساعديني شوي روان؟ طبعا بساعدك. نقلب اللحمات طبعاً شوي طبعا. هون اللحمات لما شوي يبلشوا ينشفوا رايح شو أسوي؟ رايح أضيف عليه في جوز الطيب، شوية هيل، شوية إرفة. ملح، قرفة، فلفل أسود، حتى أضيفه وين؟ على وجه الفريكة. 100%. إذا هون بالنسبة للدجاج يا روان مسلوق سلق عادي، هون في خلطة عندي مكونة من اللبن، من رب البندورة، ونفس بهارات اللي استخدمتها في طبخ الفريكة. أنا عندي هون حكينا حطينا هيل، جوز الطيب، كركم، ملح، فلفل، كبش قرنفل، إلخ إلخ. يلا السمنة سخنة زي النار. وعندي الفريكة بسم الله الرحمن الرحيم رايح أطش الآن إيش السمنة. هذا هو. أيوة أيوة أيوة. عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله. وبعديها الفرن عندي مسخن، فرن قلبة على وضعية التحمير، رايح أدخل الآن الدجاج وأحمره، وهيك بتكون طبختنا إن شاء الله صارت جاهزة يا روان.